أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان من أجل اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وفي تغريدة على موقع تويتر قال ترامب إنه بعد مرور 52 عاما حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالنسبة إلى إسرائيل والاستقرار الإقليمي. وجاءت تغريدة ترامب قبل أسبوع من قمة مرتقبة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا رافد جبوري. رافض، فيما تأتي هذه التغريدة من دونالد ترامب ويعني تدخل أمريكي يبدو صريحا في الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة؟ هو ليس فقط تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية وليس فقط دعما يعني مطلقا لبنيامين نتنياهو في هذه الانتخابات، بل هو تكريس لواقع الاحتلال الإسرائيلي والدعاء من ترامب بأن يعني فترة أكثر من نصف قرن التي مرت على الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية هي مبرر لتكريس هذا الاحتلال والاعتراف به في منطق يعني مناقض تماما لقواعد القانون الدولي. أيضا وزير الخارجية مايك بومبيو الموجود في إسرائيل والذي ظهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وهو رئيس الدبلوماسية الأمريكية بومبيو يعني تحدث عن إعجابه بالتاريخ العسكري الإسرائيلي والمعارك التي خاضتها إسرائيل في هضبة الجولان سبيلا بالنسبة له وفيما يعتقد للاعتراف بتغيير الخرائط وتغيير الحدود الدولية. لذلك نتحدث يعني عن تغيير لقواعد القانون الدولي حتى ومبادئ القانون الدولي من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. أذكر نضال أن حتى في قضية القدس، قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عندما كان ترامب يسأل على أن هذه القضية هي قضية خاضعة أو ينتقد ويواجه بأسئلة منتقدة تتحدث عن أن هذه القضية تخص الفلسطينيين، تخص قضية عملية السلام مثلا، كان يجيب بأنه نقل السفارة، دونالد ترامب يقول أنه نقل السفارة، ولكنه أيضا قال بأن يعني يترك مصير القدس للأطراف المعنية أي الفلسطينيين وإسرائيل ضمنا. إذن كان يحاول أن يغطي حتى قرار يعني نقل السفارة إلى القدس على أنه يعني ليس اعترافا نهائيا بانتزاع سيادتها تماما وإعطائها لإسرائيل. لكن عندما يأتي الأمر الآن يعني إلى مرتفعات الجولان فيعني حتى من كان لديه أي شك معين فهذا يعني ينتهي تماما مع هذا القرار بتكريس ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان التي احتلتها طبعا عام 67 ثم ضمتها عام 1981 من غير أن يعترف المجتمع الدولي بذلك الضم. شكرا جزيلا لك رافد جبوري مراسلنا من واشنطن.